ما زلنا بنتكلم في الليستة بتاعة المهارات اللي قلنا لازم نتعلمها، الكي سكيلز ليست، وبنتكلم النهاردة عن المهارة رقم 2 في الليستة بتاعتنا اللي أنا بتمنى إنك تتعلمها، التواصل، الكوميونيكيشن. زي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت، أنا هتكلم معاكم عن المهارات اللي في الليستة دي نبذة صغيرة عنها وإيه أهميتها وليه لازم نتعلمها. النهاردة بنتكلم على الكوميونيكيشن، التواصل. بص، الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، ربنا خلقه وما بيعرفش يعيش من غير ناس، ما بيعرفش يعيش غير في بيئة وحقوق وحاجات وواجبات ليه وعليه. يعني من الآخر كده وفي كل الأحوال هو لازم يتواصل مع الآخرين، أنا وإنت وغيرنا لازم نتواصل مع بعض، لازم. أساساً إحنا كلنا بنتواصل من يوم ما اتولدنا. أساساً الطفل بينزل من بطن أمه يقول واق واق، بينزل يعيط بيبكي، عايز يحسس اللي حواليه بوجوده بمشاعره باحتياجاته، ياما أنا جعان أكلوني بقالي كتير ما أكلتش. وطبعاً مع مرور الوقت إحنا بنكبر وبنتطور، ومهارات التواصل عندنا كمان بتتطور. التواصل وسيلة للتعبير عن المشاعر والاحتياجات، كلنا بنتواصل بس مش كلنا بنعرف نتواصل صح، مش كلنا بنعرف نتواصل بالحرفية المطلوبة. التواصل مهم، وإلا ما كانوش اخترعوا أدوات كتير للاتصال، بتتطور كل يوم. وشوفوا احنا النهاردة وصلنا لحد فين في موضوع الاتصالات. الاتصالات اللي وصلنا لها دي بتعزز قوي موضوع الكوميونيكيشن، بتعزز موضوع التواصل عندنا. لعلمك التواصل مهارة احنا اتولدنا بيها صحيح، لكن الحلو بقى في الموضوع انها مهارة احنا ممكن نطورها ونتعلمها ونقوي نفسنا فيها كمان. ده كان موضوع الكوميونيكيشن، بس انا عايز اعرف ايه اهميته، انا المفروض اتعلمه ليه؟ سيد الفاضل، انت مش عايش لوحدك، انت عايش في مجتمع، عايش في اسرة، عندك اصحاب، زمايل في الشغل، مديرين، جست بتتعامل معاهم. الناس دي محتاج تفهمهم ويفهموك، توصل لهم مشاعرك واحاسيسك وافكارك، وتقدر تستوعبهم وتستوعب هم كمان بيفكروا ازاي. هي دي اهمية التواصل. الكوميونيكيشن والقدرة على الكوميونيكيشن بفعالية مع مديرك، مع زمايلك، مع موظفينك، مع الجست بتوعك، هتخليك سوبرفايزر صاحب كاريزما. وعلى فكرة موضوع الكوميونيكيشن دوت مش مهم ليك انت بس كسوبرفايزر، ده مهم لأي شخص خلقه ربنا. لازم الكوميونيكيشن، لازم مهارات التواصل، لازم يعرف مهارات التواصل كويس. مهارات التواصل زي ما قلت لك هتوصلك انك تحقق احلامك واهدافك على المستوى الشخصي او المستوى المهني، وكمان هتساعدك انك تعدي في اي انترفيو خلقه ربنا. لما تخش فاهم مهارات التواصل، عارف هتتكلم ازاي، عارف البادي لانجوج، عارف الراجل اللي قدامك بيتكلم ازاي، مراقب نفسك، مشاعرك، احاسيسك، بتقدر تفهم الراجل التاني، هتعدي من اي انترفيو خلقه ربنا، هتعززك في شغلك، هتديلك فرصة انك تترقى وتحقق نجاح، هتديلك فرصة مع الجست بتاعك انك توصل معاهم للي انت عايزه. مهارات التواصل هي اللي هتخلي عندك القدرة على القيادة، الاقناع والتأثير. فلما تبقى مهارات التواصل عندك كويسة، مهارات الاقناع والتأثير في الاخرين بالتالي هي كمان هتبقى كويسة، فبالتالي انت كده عندك فرصة كويسة مع الفريق بتاعك انك تعمل معاهم شغل محترم، شغل كويس. على فكرة كمان مهارات التواصل بتحد قوي او بتقلل الحوار بتاع الصراعات والمشاكل بتاعتك مع الناس التانيين، بتحسن علاقاتك مع اللي حواليك. اساسا انت راجل بتفهم في التواصل كويس، بتقدر تحس باللي حواليك، هتعرف تهندل الدنيا في منت، يبقى بالتالي مش هيبقى عندك فرصة ان انت تعمل مشاكل كتير او يتعمل معاك مشاكل كتير. هتبقى متحدث لبق، واثق في نفسك. في البريفنج والاجتماعات، لما تيجي تعمل تدريب، لما تيجي تعمل كوتشنج، هتقدر توصل المعلومة بثقة
للي قدامك، وهيبقى حابب انه يسمعك عشان انت عندك تواصل وكوميونيكيشن كويسين. هنعمل حلقة مخصوص عن مهارات التواصل، هنتكلم فيها عن التواصل بتفاصيله. من وجهة نظري انا، مش من وجهة نظري، المعلومة اللي عندي اللي انا اعرفها هقولها لك. عشان كده خليك متابعنا على القناة بتاعتنا على اليوتيوب اللي اف ان بي كلاب للعاملين بالاغذية والمشروبات. هنحط عليها كل حاجة. هدفي ان انا احط كل اللي في دماغي ليك على القناة دي. هتشوف دلوقتي الشهادات اللي انا عاملها في الموضوع بتاع الكوميونيكيشن. We'll be right back.